من زمان قوي احنا بنسمع دايما ان مصر بترسل عظماء دولة التلاوة الى العالم الاسلامي كله لاحياء الليالي الرمضانية وكل المناسبات الدينية في كل دول العالم الاسلامي، في باكستان، في العراق، في ايران وغيرها، والهند وغيرها وغيرها من الدول العالم الاسلامي. احنا الحمد لله عندنا اجيال كتيرة جدا من القراء. مش عايز انسى حد، لكن يعني لو هنبتدي بمولانا الشيخ مصطفى اسماعيل رحمة الله عليه، الشيخ عبد الباسط، الشيخ كامل يوسف البهتيمي، الشيخ محمد الليسي، أجيال كتيرة قوي، والأجيال اللي جت بعدهم الشيخ شحات محمد أنور، وأجيال كتيرة من القراء، ومنهم طبعا من هم على قيد الحياة دكتور أحمد نعينع، وكمان الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكمان ما ننساش طبعا عمنا الشيخ راغب غلوش رحمة الله عليه. الجيل اللي بعدهم طبعا جيل لا يقل أهمية ولا يقل تمكنا عنهم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروتي والشيخ محمد يحيى الشرقاوي والشيخ حجاج الهنداوي وغيره. وبعد كده في جيل جديد من الشباب من القراء موجودين برضو على الساحة، لكن مهم نعرف كيفية إعداد قارئ القرآن الكريم. دي مهمة ما هيش سهلة على الإطلاق. إحنا دولة التلاوة، لكن كيف أصبحت دولة التلاوة؟ كيف يتم إعداد قارئ القرآن الكريم؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها من مولانا الشيخ عبد الفتاح الطاروتي اللي منورنا في صباح الخير يا مصر يا مولانا. صباح الخير عليك. صباح الأنوار عليك وعلى أهل مصر جميعا، وبداية نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها وقيادتها، وأن يكتب لنا ولهم التوفيق والسداد، وأن تكون مصر خير البلاد، وأن يكون أهلها خير العباد. اللهم آمين. كل سنة حضرتك طيب. أنتم بكامل الصحة والسعادة. الله يخليك. في البداية عايزين يعني نتعرف ونعرف الناس أكتر على فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. يعني أنا بحمد ربنا أن ربنا اختصنا بالقرآن، وباختصار شديد جدا حتى لا أطيل في النشأة والبداية. إنسان والده نظروا للقرآن وحفظ القرآن وألحقه بالأزهر بعد ما كان في التعليم العام، خرج من 5 ابتدائي دخل أولى إعدادي أزهر، وكانت نقلة الأزهر ديت فاتحة خير هيئته أن يكون قارئ لطابور الصباح كل يوم، فاستمد الثقة والطموح في أن يكون قارئ يجلس بجوار كبار القراء. فجلست بجوار سيدنا الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي وعمر 14 سنة، وكذا سيدنا الشيخ محمد الليسي رحمة الله عليه، وسيدنا الشيخ شحات أنور، وسيدنا الشيخ شبيب، وسيدنا الشيخ هليل، ده كله وأنا لسه لم أبلغ 17-18 سنة. فدي كان النقلات نوعية بتخليني أعلم أنني في الطريق الصحيح، وهذا لم يعني يمنعني من تحقيق حلمي أن أكون داعية. فالتحقت بكلية أصول الدين قسم الدعوة الإسلامية، وكنت أول دفعة تخرجت من أصول الدين الزقازيق عام 87-88 في عهد الدكتور أحمد عمر هاشم لما كان لسه عميد كلية أصول الدين. الحقيقة يعني أصبح الطموح أكبر في لما كان سيدنا الشيخ الليسي ياخدني معاه قرآن الفجر وأنا لسه طالب في الكلية، فبقيت أقف في سيدنا مسجد سيدنا الحسين وأنظر إلى الصندرة اللي بيقرأوا فيها، وأقول هل ممكن في يوم من الأيام يتحقق حلمي، وبدل ما أصعد الصندرة دي مجرد ضيف بصحبة القارئ، أنني ممكن أكون قارئ أقرأ في هذا المكان. المهم توجهت إلى القبلة واستشفعت بسيدنا رسول الله وبآل بيته الأكرمين إن هذه الأمنية ما أحرمش منها، والحمد لله كنت في جيلي أصغر قارئ يلتحق بالإذاعة وعمري 28 سنة. بقول في جيلي، لكن ربما يكون ممن سبقوني أو ممن لحقوا بي، لكن في فترة التسعينات دي ما فيش قارئ اسمه تقدم أقل من الأربعينات أو 45 سنة، لكن كان عندي 28 سنة، لأن هذا الكلام كان عام 93. طيب احنا عايزين نرجع ورا شوية برضو، لأن أكيد كان في قصص، أكيد كان في تحديات. يعني احنا الأول حضرتك ذكرت مجموعة من القراء لازم يكون في مواقف حصلت بينكم فهتحكيها لنا، بس يعني خلينا الأول نتكلم في النقطة دي، الحاجات الصعبة اللي عدت على الشيخ عبد الفتاح الطاروتي في بدايته. يعني أنا كنت بروح طبعا ما فيش سيارة، وممكن أركب جرار زراعي، ممكن أركب موتوسيكل، ممكن سيرا على الأقدام، شيء صعب جدا. مسافات يعني 2 كيلو 3 كيلو ممكن أمشيهم. فالطرفة في أول لقاء مع سيدنا الشيخ الليسي قعدوا يشحنوني، أنت مع نجم كبير ولازم تثبت وجودك وأنت لسه صغير، ودي لو نجحت هتبقى نقلة كبيرة بالنسبة لك.
فوالدي رحمة الله عليه أجر لي عربية مرشيدس من على الخط كده بشغل أجرة. فالراجل طلب 20 قرش فأنا اديته 25 قرش يعني ربع جنيه. فالراجل من انبساطه دخل على السجاد بتاع الفراشة بالعربية، وكان سيدنا الشيخ الليسي بيقرأ ساعتها، فيعني نظر مين يعني مين اللي عنده الجرأة ده انه او الجرأة انه يدخل على سجاد العربية سجاد الفراشة بالعربية ده كده. وانا طبعا لا اقبل هذا الكلام، وشخصيا انا حاليا دلوقتي يمكن لما بانزل اي عزاء بقف في جنب الفراشة وما بقفش قدام الفراشة. ولكن الراجل عملها بقى عفوا كده خمس قروش فخمس قروش زيادة خلوه انفعل. فالشيخ يعني لقيته يعني خد موقف، يعني لان هو ما عملش كده، وهو نجم ايامها وكان مشهور بنفسه الطويل ونغمه واول اخره. فده تسبب في انه هو لما تعامل معايا تعامل معايا بفطور، يعني ما هوش فيه الروح، لانه هو تضايق من هذا التصرف. فكل ما افتح معاه كلامي يقول لي ايوه ماشي، فبيقفل عليا. فانا ده تسبب في انني ضربات قلبي زادت ونفسيتي توترت، فطلعت اقرا، كنت مشلفط خالص يعني مش عارف اقرا يعني. المهم بعد خمس دقائق قام واحد وقال لي شد حيلك يا شيخ عبد الفتاح، احنا جايبينك وعارفينك ان انت قارئ كويس عشان تقرا جنب نجم كويس. بدات استعيد ثقتي وكانت ليله كويسه، وكانت سبب في ان التالف والتعارف والتراحم بيني وبين سيدنا الشيخ الليسي ظل لآخر نفس في حياته، أنه وصلني. طبعا العربية المرشيدس اللي ودتني مش هتيجي تاخدني، فهو جابني بقى بسيارته وشرحت له أنت الموقف، شرحت الموقف كده. فهو من يومها وكان بيعتز بيه رحمة الله عليه. طبعا سيدنا الشيخ سيد عبد الصمد ده نجم النجوم في زمنه، فشافني كده بقول ثلاث آيات على بعضيهم، فبيقول لي يا شيخ عبد الفتاح الصوت عامل زي الأستك، كل ما يكون في حدود المتاح يبقى هذا الأستك فترة طويلة ما ينقطعش، لكن كل ما تشده وتضغط فيه ده بيضعفه وبالتالي ينقطع أو يتقص. ده درس مهم قوي. اقرأ على قدر نفسك وعلى قدر صوتك عشان صوتك يعمر معاك مسافة طويلة. كنت بستفيد منهم، من جلساتهم، من كلامهم، من تعاملهم مع الميكروفون، بيشربوا ايه، بيكلموا ازاي، برستيجهم بيعلو بين الناس ازاي. فدي كلها مدارس كنت انا بتعلم منها في صغري، لله الحمد والشكر، ونقلنا هذه الخبرات بقى الى اولادنا بقى اللي بنعلمهم دلوقتي ما شاء الله. طب في موقف كمان كنا لسه قبل هذا اللقاء كنا بنتكلم عن الشيخ عمران. الشيخ عمران رحمة الله عليه ده يعني أبو الفن. يعني طبعا أنا أول مرة سمعني كنت في الاحتفال بمولد مولانا الإمام الحسين، وأخذني المرحوم الأستاذ سعيد العيلي، ده كان مدير إذاعة القرآن الكريم. فقرأت فقلت جواب حلو، وأزلفت الجنات المتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. طبعا كان نفس برضو لسه شاب ومريح كده. فلقيت الشيخ عمران رحمة الله عليه وقف وصفق، يا ولد يا ولد يا سعدك. فالأستاذ سعيد الليلي قال لي أبشر يا عبد الفتاح، الشيخ محمد عمران كالجبل ما يحركوش غير شيء قوي جدا، وما دام الشيخ تحرك وقال لك يا ولد يبقى دي معناها شهادة في حقك كويسة. وطبعا أنا في سنة التحاقي بالإذاعة هو توفاه الله، لأنه كان توفى سنة 94 حاجة زي كده. فرحمة الله عليه يعني كنت أنا من عشاق الشيخ عمران ومن فنه الأصيل. لما أرجع وأقول لحضرتك أن الإذاعة كانت نقلة مهمة جدا في أنك بتقرأ في زمرة كلهم نجوم، من 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 سيدنا الشيخ محمود صدق المنشاوي، سيدنا الشيخ راغب غلوش، سيدنا الشيخ نعينع، سيدنا الشيخ محمد عواب الطنطاوي، سيدنا الشيخ الليسي، سيدنا الشيخ شحات، سيدنا الشيخ بسيوني، كل دول كلهم في عزهم 94 كان كلهم في قمة الحيوية والصحة والعطاء. فاللي يدخل بينهم مش ممكن يكون صعلوك ولا يكون أي كلام، فأنت بتتنافس مع نجوم.
فكان دي سبب في إن كل ما أروح أقرأ فجر أو جمعة أو احتفالية في حماسة، وما زالت إلى الآن، لأن الإنسان لابد أن يعلم قيمة المكان الذي يمثله، وأنه بيجلس على نفس الكرسي اللي جلس عليه سيدنا الشيخ الحصري، ونفس الكرسي اللي جلس عليه سيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل، وبيدخل نفس الاستوديوهات اللي كان بيقرأوا فيها. فلازم يعرف قيمة المكان. صحيح. أنه مش ترفيه، إنما مسؤولية وحمل كبير. طيب مين من القراء العظماء دول حضرتك شايف أن صوته لن يتكرر؟ لن يتكرر؟ لن يتكرر. سيدنا الشيخ رفعت يعني، ولذلك من يقلد الشيخ رفعت لا يستطيع أن يقلده في دور كامل. هو يقلده في آية في آيتين. مظبوط. واخد بال حضرتك؟ إنما ممكن نقلد سيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل دور كامل، ممكن نقلد سيدنا الشيخ العباس، ممكن نقلد الشيخ المنشاوي. في قراء كتير جدا يقرأوا ليلة كاملة بهذا الشكل، لكن هات لي قارئ يقعد يقرأ زي الشيخ محمد رفعت نصف ساعة. لا، صعب جدا. احنا بقى لما نحب نتحلى ونتجمل نقول آية او آيتين من سيدنا الشيخ رفعت. واخد بال حضرتك؟ طيب. فدي دي 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 من الاصوات. ولذلك انا عايز اقول حضرتك حاجه، طبعا العظماء بتوع الاذاعه كلهم بيزاع لهم فترات كتيره جدا، ولكن ليست ثابته الا فتره وفقره سيدنا الشيخ رفعت، ان ده يوميا 7 الصبح. معروف الشيخ رفعت، معتاد لسيدنا الشيخ رفعت دي، لأن طبعا أثر في أجيال. وطبعا يعني شهر رمضان ده لوحده حكاية. صح. يعني في قرآن المغرب أو في أذان المغرب علامة فارقة في حياتنا جميعا يعني.